السلام عليكم. دلوقتي ان شاء الله هنشوف فيتشر جديدة موجودة داخل البرنامج، وهي ازاي ان احنا نحط اسم داخل سيمبل معين. يعني مثلا هنا عندنا اللي هي هنفتح الاول بس الارك ماب، هنفتح كتالوج، هنفتح ديسك 1 اكسرسايز 3، وهنفتح يلو ستون ان بي فيتشر 3. تمام. طب دلوقتي انا عندي هنا مجموعة من اللايرز زي اللاير مثلا تحت البيك. طب دلوقتي انا عايز احط لها اسم معين بحيث ان الاسم ده يظهر على الخريطة عندي هنا، يعني هنا كل قمة جبل يظهر الاسم بتاعها. تمام. طب الحكاية دي نعملها ازاي؟ احنا لو فتحنا ال attribute table بتاع البيكس، كليك يمين open attribute table، هنلاقي عندنا اتنين فيلد رئيسيين. اول حاجة الاسم بتاع كل بيك من البيكس الموجودة، تاني حاجة ال elevation بتاع البيك الموجودة. تمام. طب دلوقتي عايز احط اميز كل مثلث من المثلثات دي بحسب النيم بتاعها، فهفتح البروبرتيز بتاعت البيكس، دبل كليك عليها، افتح البروبرتيز بتاعتها، افتح الخانة اللي فوق بتاعت بيكس. تمام. هيقول لي انت عايز تعمل ليبل فيلد. ليبل فيلد على اساس ايه؟ على اساس النيم او على اساس الاليفيشن. فانا هختار النيم واقول له ابلاي، بعد كده فوق هقول له label feature in this layer، اقول له apply. اوكي. هو دلوقتي كده ظهر لي كل قمة جبل ظهر لي الاسم بتاعها. مثلا لو زومت على الحتة دي هلاقي كل جبل الاسم بتاعه ايه. تمام. طب انا دلوقتي عايز مثلا الغي الاسامي الموجودة، فممكن اعمل right click عليها واقول له اشيل السهم الموجود جنب label feature. كده انا شلت الاسامي. طب نفترض ان احنا عايزين نعمل مثلا label feature بطريقة تانية، او على اساس اللي احنا نحط فيها الاليفيجن. تمام. فهفتح البروبرتيز بتاعت البيكس تاني. تمام. هختار بدل النيم هختار الاليفيجن واقول له اوكي. بعد كده هعمل رايت كليك واقول له ليبل فيتشر، فهيظهر لي كل قمه جبل على اساس ان البيك بتاعتها والقمه بتاعتها ترتفع قد ايه بالفيت. طبعا ده كده كان الدرس اللي معانا النهارده اللي هو الليبل فيتشر، وهنشوفكم في الدرس اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.